نديروا لكم مفاجأة، نديروا تحدي في الميكانيك. عندك 10 ثواني. اكسريري اكسريري وي زيد زيد، يحكم الحبة الطماطم يربح معها النص. نشفى على روحي بكري، كنت صغير نحيت طماطم هكا، نحيت رانا وياك نشوف شكون يسبق، يشوف هو يلقاها ولا ما يلقاهاش. تسمى انت تقطع الشجره هكا وبعد قلبها يروح اكثر مني. شوف ربي يبارك وشحال نحاول شحال نحيت. لقاها شغله تسمى تعمر 3500. السلام عليكم. ما قدرتش اعطي الخبز للخباز. انت هو صاحب الارض؟ انا عمي. ربي يبارك. دوك هذه تروح للوزين؟ اي نعم. وش يدير بها هذه اللوزين؟ تريها نحاها. تتنحى تعد باش تعطي فوق الماء هذاك السخون اللي يغليه ومن بعد تروح. شحال الكيلو تاعها دوك تدفعوا اللوزين؟ 1600 الكيلو. يا خويا ربي يوفقهم ربي يعينك. نقربوا لهم شويه السياره، راح عليهم حال وراح يطيح الليل باش يزرقوا شويه. ندير لكم مفاجاه. انت ذكرني واش دير بيه؟ نركي بها شي الشبك قداه داخله. يمكن التكنولوجيا درك دير ابليكاسيون. شوف الطماطم تاعك قداه تدخل قداه تخرج. ان شاء الله. هيا توكل على ربي. خير ربي خويا خير ربي. واش رايك نكون نديروا تحدي مع بعضنا؟ مش كل يقبل التحدي. هيا اروح نديروا تحدي في الميكانيك. عندك 10 ثواني حل كب. 1 2 3 4. قوية لا. صبعك شو صبعك؟ خشين؟ أنا هذه نقدر نحلها بصبعي، تقدر تحل هذا ولا ما تحلش؟ صبعي خشينة ما صبعك، ما أقدرش. أباك يزلق. هنا واش يحطوا؟ هنا؟ زيت. واش من زيت؟ كاين زيت بزاف. زيت المعتاد. شكرا، وهنا واش يحطوا؟ لا ما يحطوش الماء هنا، هذا ما يسموهش ماء هذا. الجلاسيات. الجلاسيات. سائل تبريد المحرك. ليكيدو رفراديسمون بالانجليزيه كولنت. هذا من الاثار اللي تشوف فيه هنا تعواه تعواه النقاط هذوم، هذا من النقاط الصغار اللي هنا تعواه. شكون اللي قال فار؟ هذه اثار تاع فار، هذه مقاره في بلاصه تخليها الفار لهنا. هذه القطعه واش اسمها هذه؟ مو فيها لي فيزيبل فيهاش لي فيزيبل. كارت ماء. راه معليش نقبلوها مقبوله كارت ماء. هذا تيو وهذا تويو وهذا وشي هو يفلتري. واش يفلتري؟ فلتر المازوت. فلتر المازوت نستعرف بك انت صاحب الكراس. هذه واش هي؟ هذا واش هي هذا؟ عندنا ربع زنجكتار. زنجكتار. هذا قوي لها. مين تعلمت الحوايج هذوما كلهم؟ منين؟ منين تعلمت الحوايج هذوما كلهم؟ تربينا كيما هكا مع الامور هذيا مع هذا. يا السيد مع الفلاحه المعتاد تاع الماء والسقي ودنيا. نديروا معك التحدي وتقسم مع واحد من العمال اللي قاعدين ينحيوا. سمع على بالك انا قاعد نخاطب غير في هذا. سمع هذا اللي راح يربح. هذا مستحيل راح يربح هذا. اكبر واحد فيكم ينحي في النهار هنا شحال ينحي؟ 50 كازي. نعم اكبر واحد 70 كازي. هاو يطلع لنا في الشرب هذاك من هنا. انت ما تشوفوش واش راه يدير وهو ما يشوفكش راح يدير. نعطيك افتح السياره حرك هذه بلاصتها مرشا ومرشا ريال. عندك 20 ثانيه في يدك. نبداو نحسبوا له يا جماعه على 30. السياره نوضها بعد انت ما تشوفوش واش دار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ما قلت الناس قداه الكادو؟ مليون. مليون حكمت فيها انت؟ مليون. ايه راح هاي 20 في الدقيقة الأخرى نربحوك على وجه السيد برك. ها المتنافس الثاني. 1 2 3 4 5. هذا راح يلقاه هذا يا. هذا راح طول بيت قصيدة ولازم زدت له شوية برك تقنيات خفيفة ويديماريها. أنت تسوق السيارة بلا حزام الأمان. أعمل سياحة أحمل حزام الأمان. أعمل خذي الراي بسرعة بسرعة خذي الراي. أزرب 16. أكسريري أكسريري وي زيد زيد سر سر على حزام الأمان. تعمل حزام الأمان ديماري وحدها السيارة. قد زيد برك مرشافون صد سيبا 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 قد هذا الوقت ربح فيه؟ 25. هذا ربح في الوقت 25 وراح المتنافس الثاني. عطنا الجائزة طاح. شحال أنت شحال قلت لهم أنت؟ مليون. مليون. أنا راح نضعفها على وجه الطفيل هذا الصغير. ضعفها لنا طاهر ربي يعيشك. انت ما في قداك كل 11 11 هات لنا طاهر. خيرنا واحد
المجموعه تاعك اقسم معاه الشري تاعك. روحوا كل وراه، روحوا كل وراه. حط لنا حبه الطماطم هذيا، اللي يحكم حبه الطماطم يربح معها النص. بهدوء، بسم الله. شكون يحكمها؟ اروح انت هنا بصحتك. هيا هاي اقسم معاه الجائزه. 10 هذيك مدها له بصحته. زيد احسب هذه 10. هذا كان يحسب إيه. هذا لازم تعطيه حقه 100,000 تاع الحساب الاول. شفت كيف القرايه مليحه هيك قريت وليت ديت دراهم على القرايه تاعك. هاك قات 800,000. هذه شحال مازال لك من يوم تنحيه ولا هنا؟ يومين ثلاث ايام حتى ثلاث ايام. بسم الله النهار الاخر يبقى لك شويه فيه تاع الوتوش خفيفه. هذوما شربهم الهما بارد. اعطيني 11,100 طه. كل واحد يزيد 100,000 تاعو. انت كديت 200. روح هز تحكم. هيا اضرب على راك. اللي يقرا يربح اكثر. اسمع لي هيا بصحتك باي. وانت واش راح دير لهم بهم هذا؟ والله نعطيهم 50-50. سما قداه تبقى؟ تبقى 250. شرب لهم ما بارد ان شاء الله. جوج حوايج نوصيكم عليه، ثلاثه زيدوا فيهم واحده. الصلاه، القرايه والرياضه. كي قلت القرايه كيفاه دار الملامح تاعو دارو هيك. او ماشي كي بطلت القرايه تقول باللي راحت الدنيا. تقدر تقرا بالمراسله، تقدر تثقف روحك، تهز كتاب، تهز اي حاجه تقراها تسمى قريت. كي تهز السوشيال ميديا ما تروحش الشاطئ تكتب، تعلم حاجه. كل يوم تتعلم 5 دقائق برك. شكرا لكم جميعا.